مبادرة غير مسبوقة عالمياً انفردت بيها مصر، حابين نتعرف من حضرتك على تفاصيل المرحلة الثانية من هذه المبادرة، المراحل اللي مرت بيها. احنا عارفين انه حوالي اكثر من 5600 مشروع تقدموا من كافة محافظات مصر بمشروعات خاصة بإدماج الأبعاد البيئية في خطط التنمية المستدامة. حابين نعرف تفاصيل المرحلة الثانية يا فندم. أولاً أحب أشكر من خلالكم كل من تقدم بالمشروعات، يعني مش بس ال 18 اللي فازوا، لكن لا، السنه اللي فاتت تقدمت 6300 مشروع، والدوره الثانيه دي تقدمت زي ما سيادتك تفضلت ب 5600 مشروع، واحنا بنعتبر ان كل دول فائزين، مش اللي قدموا مشروعات ثم اللي دخلوا في التصفيه النهائيه اللي هم حوالي 162 مشروع، ثم اللي تم اختيارهم ال 18 مشروع السنه اللي فاتت والسنه دي. والسنه دي يوم 9 نوفمبر كان في مؤتمر حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتفقد المعرض اللي فيه 162 مشروع المؤهلين النهائيين، وكان في طبعا اعجاب من جميع الوزراء والمشاركين بال 162 مشروع من جميع المحافظات. وتم دعوه للمؤتمر ده الممولين والمستثمرين، لان الفكره ايه؟ انت بتطلع مشروعات والناس بتقدم مشروعات رائعه غير مسبوقه فيها فكر، ولازم حد يمولهم، وبالتالي انت بتعرض المشروعات دي اولا وطنيا زي ما عرضناها يوم 9 نوفمبر، ثم وحضرها الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء والمستثمرين والبنوك وهكذا، ثم تم اختيار 18 مشروع منهم فائزين، الاحسن مشروعات في مصر، ثلاث مشروعات خاصه بالمراه، ثلاث مشروعات خاصه مشروعات صغيره متوسطه، مشروعات ناشئه ستارت ابس، مشروعات كبيره، بيتم تمويلهم، بيتم اعطائهم جوائز ماليه 750,000 جنيه للفائز الفائزين و500,000 جنيه للفائز الثاني وهكذا. وبعد تكريمهم الان بتجري الاستعدادات، واحنا الحمد لله نجحنا بالاشتراك مع المؤسسات الماليه الدوليه والامم المتحده ان يتم استضافه ويتم عرض هذه المشروعات في كوب 28 في دبي. فال 18 مشروع حاليا احنا بنأهلهم اكتر، في بعد بكره جلسه مع الامم المتحده برنامج التنميه عشان يقول للناس دي انت عندك مشروع رائع، بس ازاي تقدمه؟ ازاي تعرضه قدام الناس؟ ازاي هتعرضه قدام العالم؟ انت عندك فرصه دلوقتي زي السنه اللي فاتت لما عرضنا المشروعات ال 18 في شرم الشيخ، والحمد لله تم تمويل كتير منهم واصبحوا ناجحين. السنه دي برضه الفترة الأسبوع ده سيتم تأهيل أكتر والأمم المتحدة تساعدهم، ثم يروحوا ال 18 مشروع في دبي ليكون سفراء مصر زي ما حضرتك قلت قدام العالم. في 60,000 واحد هيحضر في دبي، يكون لهم فرصة إن كل واحد يعرض المشروع بتاعه، ونحاول نجيب له تشبيك لنجيب له تمويل، وبالتالي يكبر ويبين قدام العالم قد إيه مصر مش بس ملتزمة بالاتفاقات اللي بتوقعوا، ازاي انها مصر بتجيب حلول مصريه، الحلول دي طالعه من الواقع المصري، حلول ما قدمتهاش الحكومه، الحلول قدمها المواطنين المصريين اللي قاعدين في 27 محافظه، وبالتالي احنا فخورين بالعمليه دي في الدوره الثانيه فيها نجاح، وحضرتك بتعرض على الشاشه بتاعتك بعض المشروعات فعلا الفائزه زي المشروع اللي شايفينه ده، محرك بيتحط في اي عربيه او اي بيوفر في البنزين ويوفر في الطاقه. في ناس عملوا غابات من مياه الصرف الصحي بتستخدم في اخشاب تعمل بيبان واخشاب ضد الحريق، في مشروعات في اسوان، المشروع الاول للمراه ان هو بيعمل مسرعات للمشروعات النساء، وعملوا حوالي 34,000 مشروع، فاي مراه تقدم بالمشروع بتاعها صغير لكن هو بيروج لها. وبالتالي مشروع ثاني خاص بالدواء اللي انت حاطه دلوقتي، الدواء اللي هو الاكسبايرد اللي انتهى صلاحيته، ازاي ان هو بيتخلصوا منه بطريقه امنه، كل دي مشروعات فيها شباب ومراه مصريه اثبتت للعالم ان انا مش بس بقدم افكار، لا، انا بقدم حاجه على الارض بتدي حلول مصريه، واهم حاجه انها بتحول التحدي بتاع المشكلات المناخيه الى فرصه اقتصاديه. صحيح.